بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بنرحب بكل سادة مشاهدي بي ان سي فود في كل مكان. حلقة جديدة إن شاء الله نستمتع مع بعض بيها من خلال الرقاء المورق اللي احنا هنعمله النهاردة بطريقة جديدة، وإن شاء الله لأول مرة تشوفيها. موضوع سهل جدا جدا، هأكلك حاجة كده زي البغاشة باللحمة المفرومة. خلينا نشوف، هنشوف المقادير بتاعتها هتبقى متكونة إزاي. وعندي النهاردة هنعملها فراخ بالفرن، طريقة حلوة جدا. وبعد كده عندي الفطيرة بطاطس بالسجق. الحمد لله بنحاول نجيب لكم وصفات في نفس الوقت بتكون سهلة، عجاين نقدر ان احنا نشكلها في البيت بطريقة سهلة جدا. في عجاين ساعات بنتعب فيها، بس انت عامة بتلاقي متعة لما بتتعبي في حاجة عشان تطلعي منتج في الاخر لأهل بيتك يحبوه جدا. فده هدفنا هنا في البرنامج، نديكي فكرة. ساعات في حاجات فعلا بتبقى متعبة شوية، زي الرقاق اللي هنعمله النهاردة، الفرد بتاعه والتوريق والحاجات دي كلها، وازاي ان انت تنشيه كويس عشان يطلع معاكي حاجة محترمة جدا جدا في البيت. تعالوا نشوف. خلي بالك الحاجة اللي في البيت لما انت تتقنيها كويس قوي، صدقيني هتلاقي الموضوع مختلف تماما. لكن في ناس كتير قوي بيتفرجوا علينا بيركزوا في المقادير وبس. يا جماعة، هو الموضوع مش موضوع مقادير، هو الموضوع اللي احنا لازم نفهم الحاجة دي بنحطها ليه على حاجة دي، عشان في الاخر تطلع لي منتج محترم نعرف اللي احنا ناكله ويبقى طعمه في الاول وفي الاخر جديد. فتخلي بالك من الموضوع ده. انا النهارده عامل عجينه، هقول لك الفكره بتاعتها سهله جدا، وبعد كده هنبدا نحشيها بلحم مفرومه، وبعد كده هبدا ان انا اسمنها وادخلها الفرن. خلينا نشوفها مع بعض، هنبدا الحلقه بتاعتنا بيها النهارده ان شاء الله. هستنى اسئله، اي اسئله او اي استفسار على ارقام التليفونات اللي هتظهر دلوقتي قدامكم على الشاشه. وبشكر كل الناس اللي بتاعتنا على الفيسبوك على الحلقات بتاعتنا. الحمد لله الواحد بيلاقي رد فعل للحلقات اللي احنا بنعملها، والحمد لله ربنا يعني بحس بصراحة بيعوضني في حتة الكومنتات أو حتة رد الفعل بتاع الناس. الواحد بصراحة بيبقى مبسوط وراضي على اللي هو بيعمله، الحمد لله رب العالمين طبعا. طيب تعالوا نشوف عندي الرقاق ازاي هنعمله النهاردة. عجينة هتتعمل سهلة جدا، لكن عجينة مختلفة عن الرقاق. الرقاق معروف اللي هو دقيق وملح ومية، لكن ده هيبقى مختلف شوية. ده دقيق ولبن وزيت وسكر وشوية ملح صغيرين، تمام؟ ايه الفكرة في الزيت؟ الفكرة في الزيت اللي أنا عايز الطبقات تبقى مورقة معايا. ههدي بس البتاع شوية على الشوربة. فأول حاجة هنا إيه عملتها يا عم هشام؟ جبت البصلاية وشوحتها مع شوية لحمة مفرومة، بظبطها كده. وبعد كده إديت اللحمة المفرومة وعصقتها مع شوية ملح وفلفل، تمام؟ بعد ما تتعصق كده وتاخد الطعم الحلو اللي أنا شايل شامه ده، هبدأ اللي أنا أعمل إيه؟ أحط لها معلقة صلصة بوريه. ادي معلقه صلصه، شويه بقدونس مفرومين، بعد كده عندي شويه طماطم مفرومه، خضار بلدي جربيه عندنا متوفر، انا ما اعرفش احنا ما بنستخدموش ليه. جربي الخضار البلدي ده في الاكلات شوف هيبقى عامل ازاي، موضوع تاني خالص فعلا، بيغير وبينكه الاكله كويس جدا. ادي الخضار البلدي بضيفه، بصراحة بقيت بشتغل بيه كتير قوي الأيام اللي فاتت ديت. وهبدأ إن أنا أحط شوية بيون. كده العصاج أو اللحمة جاهزة. ليه حطيت الخضار في الآخر؟ عشان طعمه يبقى باين معايا وأنا إيه؟ وأنا باكله. تمام؟ ادي اللحمه شكلها يشهي. طيب وطى عليها بقى شويه خالص. وهنا على الجانب الاخر في حته فحماه كده مولعه، ممكن اخد الفحماه ديت على فكره واطفي بيها اللحمه، هتديني طعم حلو جدا جدا. طيب ايه اللي بعد كده؟ العجينه. باخد عندي النص كيلو من الدقيق، والدقيق يكون فيه عرق، يعني الدقيق يكون بتاع المخبوزات او الخاص لكل الاغراض، ده يشتغل برضو معاك. بضيف عنده النص كيلو. اهم حاجه في الموضوع الزيت، كوبايه زيت على نص كيلو من الدقيق. شويه سكر صغيرين، يعني حوالي معلقه، بيطر معايا العجينه ما تخليهاش تنشف. اشغل الاتنين مع بعض، وبعد كده اروح اجيب سنه ملح صغيره، كمان شويه
تمام. ونبص هنا على الملح. لا كله تمام. سيبها على النار كده تتظبط. الكرات عامل شغل عالي قوي فيها. هجيب بقى بعد كده عندي اللبن هبدا اعجن بيه. يبقى انا حطيت نص كيلو دقيق، كوبايه الزيت، شويه الملح، شويه السكر. وبعد كده هجيب عندي اللبن هعجن بيه الرواق بتاعنا حسب ما تاخد مني العجينه، واوريك القوام بتاعها هيبقى عامل ازاي. اي عجينه بتيجي تعجنيها عجنيها على السرعه المتوسطه، ما ينفعش تاخدي العجينه وهوب تقوم شغلها على السرعه العاليه عشان تنجزي وبتاع، ده مش هينفع. الجو ده فاكس جدا، لازم حضرتك تاخدي العجينه واحده واحده على السرعه الاولى، وبعد كده تبداي تعليها على السرعه المتوسطه، هتبقى افضل بكتير جدا. اعتقدش اللي عايزه حليب تاني. هبدا بقى ايه نخدمها كويس مع بعض. النص كيلو دول هطلعهم على كام كوره؟ على 20 واحده. ادي اللي قدامك في الصينيه 20 كوره، هبدا اللي انا هطلع بيهم العجينه بتاعتنا اللي انا هشتغل بيها دلوقتي. هنديها سن كمان من تمام. تعالوا نعمل حاجه كويسه قوي دلوقتي على ما الايه الرقاق العجينه بتاعته تتظبط. تعالوا اجيب عندي فرخايه كده حلوه، وفي معلومه عايز اقولها على موضوع الفراخ. معايا اللي في ناس دلوقتي بص هتمسك فيا. انا بجيب عندي الفراخ الفروزنج اللي هي بتبقى اللي هي في الفريزر، ليه ما بشمش فيها ريحه زفاره زي البلدي؟ طريقه الدبح مظبوطه جدا، طريقه التغليف مظبوطه جدا، التجميد بيبقى يعني او عمليه الحفظ بتاعتها بتبقى مظبوطه جدا، ففي الاخر وفي الاول وفي الاخر مش هتلاقي فيها نقطه دم بسيطه. لكن البلدي لو قعدتيها يعني مثلا ساعات بنروح اي ماركت فبنجيب منه الفراخ ونبدا ننضفها، والله برضو بتلاقي فيه حته زفاره. لكن بصراحه بجيب عندي اللي هي موجوده ومتغلفه ما بلاقيش فيها ريحه الزفاره، وانا بحب اشتغل بيها صراحه يعني. انا بحب اقول بس على الحاجه اللي انا بشتغل بيها. انت عندك البلدي بتعرفي تنضفيها وتظبطيها لا يعلى عليها. لكن المشكله حضرتك لما بنجيب الفرخه ونبدا اللي احنا نذبحها تحط في الثلاجه لو قعدت فتره دي مش حلوه من غير نظافه. لو انت عايزه تجيبي بلدي جيبيها على طول مذبوحه وتبداي انت تنضفيها مباشره، ما تسيبيهاش في الثلاجه من غير ايه ما تنضفيها. ادي العجينه يا مدام بسنت. الو الو ازاي حضرتك؟ الحمد لله والله الشكر. كله تمام؟ صباح الفل. صباح الفل يا استاذه. ازاي حضرتك؟ احب اشكرك على على اخلاقك الراقيه ربنا يخليك، كل حاجه حلوه انت بتعملها لنا. ربنا يخليك والله من ذوقك. صباح الفل على حضرتك. جدا جدا انت ذوق ومؤدب ربنا يخليك ومثل راقي للشيف المصري. اشكرك يا ست الكل والله، ميرسي جدا لحضرتك، شكرا على كلامك. ليك اي سؤال يا ست الكل؟ ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي يا فندم. ممكن تقولي طريقه الكبيبه الشامي بس بالتفصيل بالتفصيل التفصيل. انا بنقع البرغل ولا لا؟ طبعا بيتنقع، بس بيتنقع بالظبط ربع ساعه، اكتر من كده يعجن منك. تمام؟ شكرا لحضرتك. بتحط عليه كميه اللحمه نفس كميه البرغل هي كميه اللحمه، او تقللي شويه من كميه اللحمه. انا بقلل كميه اللحمه شويه، يعني لو كوبايتين اتنين برغل بنقعهم بحط عليهم كوبايه لحمه مفرومه، وبعد كده البصلايه، وبعد كده شويه الملح والفلفل والبهار، وبحط عليها فلفل حامي احمر بيديه طعم حلو قوي، او فلفل رومي. تعالوا نشوف عندي الفراخ اعملها ازاي. انا جبت فرخه وبدات اللي انا شرطها كده وشلت منها الجلد وقسمتها على 8. هبدا كده اشرطها كده بالسكينه عشان ادخل فيها التتبيله اللي انا هعملها لها. جربي بقى نوع الفرخه اللي انا هعملها ديت وشوفي هتبقى عامله ازاي. تمام اهو. دي طبعا بتضمن ان الحاجه بتاعتي تخش التتبيله بتبقى محترمه جدا. طيب اول حاجه عشان اظبطها بديها الملح
وبديها الفلفل الاسمر بتاعنا. تمام. ثوم مفروم حوالي 5 فصوص ثوم كده مفرومين. طماطم مبشوره. ميه بصل. يا استاذه ندى. الو. الو. ازيك يا ندى؟ الله يسلمك. عامله ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. امريني يا استاذه ندى. عايزه طريقه العيش الحواوشي. العيش الحواوشي، العيش نفسه؟ حاضر يا ندى، من عينيا الاثنين. شكرا يا ندى. ممكن على فكره لو انت عايزه تزودي خميره، باكو خميره على عجينه الرقاق دي هتزودي عليها، يعني باكو خميره كده صغير، ممكن نزود باكو خميره على العجينه ديت هتبقى افضل. بصي حضرتك جبت بهار، ادي بهار فراخ، هجيب عندي عصير ليمونه، لازم نظبط الحاجه. بصي بصي البذره لما تيجي تطلعيه من الليمون، بصي تضغطي عليها كده ضغطه بسيطه، بصي ضغطي عليها ضغطه بسيطه كده وتقومي عامله ايه؟ اهي اتشالت ولا ما اتشالتش؟ سهله يعني. تقومي جايبه بظهر السكينه وعصره الليمونه بتاعتك. تمام. الليمون حلو قوي على فكره في الفراخ. التتبيله اتظبطت جدا. قومي واخده التتبيله ديت كده ونتبلها بالفراخ اللي احنا غسلناها كويس جدا بالخل طبعا وشويه دقيق. اكتر حاجه بتشيل الزفاره صراحه يعني هو الدقيق، يعني الخل على فكره مش قوي يعني اللي هو بيشيل حاجه يعني بالزفاره، لكن هو اكتر حاجه بتشيل الزفاره هو الدقيق. تمام. ادي التتبيله بتاعتنا بتاعه الفراخ بتاعتنا بعد ما تبلناها وتهمت. تمام. هسيبها حوالي ايه نص ساعه كده ونرجع لها تاني ونشوف هنعملها ازاي. طيب نرجع تاني بقى لايه؟ لعمنا الرقاق. هجيب سكينه وهقطع ديت على 20 واحده. العجينه تحس ان هي ايه مفروله شويه، ولا يهمك، هي مظبوطه ظابطه. تمام. طب ازاي طيب مظبوطه؟ ما هو من الزيت اللي انا ضفتها له هي اللي عامله فيه كده. ممكن نشتغل كده بس بالسكينة أفضل. كام واحدة كده؟ عملنا 20 واحدة. بعد كده ببدأ اللي أنا أكورهم بإيديا. وأسيبها عندي ترتاح. خلي بالك العجينة ضيفي فيها، اتفقنا خميرة. ادي العجينة اهيت بعد ما لفيناها، وعشان الوقت بتاعنا هشيلها بس هنا دلوقتي عشان الوقت بس. طيب بعد ما لفيناها كده وكورناها بسيبها عندي ترتاح لمدة بالظبط ربع ساعة. بعد ربع ساعة قوم فاتح الصينية وجايب نشا ونبدأ نفرد. اوكي هتبقى افرد اتنين. ماشي شوية نشا صغيرين. بعد ما ترتاح معايا العجينة كويس قوي، جيب المرجانة الميني الحلوة دي. اللي هيجرب طريقة الرقاق ديت مش هيبطل يعملها بعون الله. ادي النشا افرد بالقطر، وبعد كده تقومي ايه واخدة شوية نشا كده وركناها في جنب، تقومي جايبة التانية وتعملي الموضوع ده لحد كام؟ 20. طب عشان ما تتعبيش يبقى لازم العجينه تريح معاكي عشان ما تلمش معاكي. بصي مجرد اصلا بحط عليها المردنه بتلاقي المردنه بتجري معايا. تقوم واخده الثانيه وحطاها على الاولى كده ومديها شويه نشا صغيرين، وبعد كده ايه تسيبيها. يعني بعد ما تحط ال 20 طبقه بقى تقومي سايباهم. نعمل ايه بعد ال 20 طبقه ما تسيبهم؟ هناخد عندي فاصل، وبعد الفاصل هكمل لك عندك بقى بعد ما نعملهم 20 واحده فوق بعضيهم هنبدا نفصل 10 لوحديهم و10 التانيين لوحديهم وهنسويهم، لكن بعد الفاصل.
ورجعنا تاني بعد الفاصل، وتعالوا بعد ما تبنا عندي الفراخ وحطينا عندنا الرواق بتاعنا. طيب دي بتاعت الفراخ هنشيلها هنا. خدت الصينيه ودهنتها سمنه، وخدت اول 10 ورقات هنا من الرقاق وضفناهم هنا. لما نبص يا باشا عم هشام هنلاقي الرقاق ده كله فاصل عن بعضه. بص ازاي بقلاوه، بص كل واحده هتلاقيها مفصوله عن الثانيه. ده بسبب الزيت اللي انا ضفته فين اهو. حلو الكلام. فبعد ما فردتها واقوم حاططها هنا كده. اهم حاجه التسويه بتاعته بقى على نار هاديه. طيب اجيب ال 10 ورقات التانيين ان انا فردتهم، نبدا اللي احنا هي الفكره بتاعت الرقاق دي جات لي من الشعبيات اللي احنا عملناها السوريه بصراحه. فجربت واحده طلعت وهميه، فقلت خلاص احب انا اجرب واشوف الحاجه قبل ما اعملها على الهواء. طلعت زي الفل، قلت والله انا هعملها على طول على الهواء على طول ومش هستنى. تمام افرد يا عم. ده كده لازق في بعضه؟ لا مش لازق في بعضه. نمسك دي برضه اهي اللي احنا فردناها ونيجي نفتحها كده، هتلاقي بصي كل واحده مفصوله عن التانية. طيب هنا الحشو بقى بتاعنا. الحشو هنا انا حطيت هنا الطاسه، حطينا فيها فحمايه وقفلت على الفحمايه. هنيجي نفتح الطاسه مع بعض. ادي الشغل العالي، الفحمايه اهيت، اقوم شايلها هنا جانبا واقوم واخد الحشو المحترم ده ونضيفه فين؟ في النص هنا. يا مدام مريم. ايوه ايوه صباح الخير. صباح الفل. صباح الخير يا شيخ محمد، تسلم ايديك وعينيك. ربنا يخليك يا رب، تسلمي. تسلم ايديك على كل حاجه جميله بتعملها. الله يكرمك ويصلح حالك يا رب، تسلمي يا حاجه. ربنا يخليك. الله يخليك يا رب. ممكن اسال حضرتك سؤال خاص بالشعبيات اللي حضرتك عملتها؟ اتفضلي يا فندم. طب لو انا عايز اعمل نص المقدار، مش المقدار كامل، طب انا هعمل كام طبقه عشان تبقى معايا مورقه زي ما حضرتك عملتها؟ ما هو انت تعملي، هو النص كيلو، نص كيلو مش مقدار كبير. النص كيلو ده هتطلعي منه 20 كوره. 20 كوره. بص حضرتك شفتي اللي انا شغال بيها العجينه ديت نص كيلو، يعني كل العجينه بتاعت الصينيه بتاعت الورقه ديت نص كيلو دقيق بس. فاهمه ازاي؟ طلعت بالظبط، خدت 10 و10 تانيين، هي نفس الموضوع بالظبط هتشتغليه، بس الشعبيات بقى هتفرق، انت هتلفي دي كده رول. فاهمه ازاي؟ هي دي الفكرة بتاعتها. أيوة. تمام يا ست الكل، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. اخد رقم حضرتك الخاص. اتفضلي يا فندم، هحولك للكنترول والاستاذ روان تديه لحضرتك، شكرا ليك. هعمل ايه بقى؟ هاخد ال 10 ورقات التانيين دول ونضيفهم عليها كده من فوق. يا عم ده كده مش تبقى عجينة، لا والله جربي وهتشوفي الموضوع وهيبقى مختلف تماما. هشيل الزيادات. هتاكلي بغاشه مش هتاكلي رقاق. شيل الزياده ديت على فكره، دول حمصيهم واشتغلي بيهم ام علي. ظهر السكينه كده وانزل الطرف عشان امسك كله مع بعضه اهو، مش بسن السكينه، بظهر السكينه. يا مدام عيشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسلم ايديك بجد. ربنا يخليك يا مدام عيشة. والله العظيم ايديك تتلف في حرير. الله يصلح حالك يا رب. اللهم امين يا رب، تسلمي. لو سمحت بس انا عايز اعرف العجينة نفسها اللي ما حضرتش. ما حضرتيش. العجينة عملتها ازاي؟ نقولها تاني من عينيا. حاجة تاني يا ست الكل؟ ألف شكر. شكرا لحضرتك، شكرا ليك. هنقولها تاني وتالت، ما وراناش حاجة. حاضر. بصي ادي العجينة اهيت، هبدأ اللي انا هقسمها كده بالسكينة قبل ما تسمني. لو سمنتي مش هتعرفي تقطعيها، يعني انت قبل ما تسمني الحاجة تمام، ونقوم واخدينها كده. صينية رقاق محترمة جدا جدا جدا، لسه بقى تخش الفرن درجة حرارة 180
نقوم مهدين النار. شفت التقطيع اللي هي بسمبوسك ديت سهله. تمام يا باشا. بعد كده هجيب عندي فرشه واسمن كل الزيادات دي. ما تقلقيش والله هتسوي، بس لازم السمنه، لان كل الزيادات ديت هشيلها صدقيني. السمنه ديت بعد ما تستوي هتشيل السمنه الزياده اللي فيها وهصفيها. كل حاجه عاملها قدامك ما تقلقيش، مش عامل حاجه من وراك، مش عامل حاجه جاهزه والله قبل الهوا. اللي انا عاملها ديت هوريها لك ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله بس وتطلع ايه على الهوا. تمام اهو. يعني انا هو في الاول وفي الاخر حطيت نص كوب مش كتير. اخد بقى الصينيه المحترمه دي. بصي صينيه تحس ليها حلو مش جلاش. على فكره بتنفع تشتغل حلو، يعني ممكن تعمليها بنفس العجينه ديت وتحط فيها السوداني وجوز هند وتظبطيها للحلو يعني، او كاستر كله يشتغل. طيب هبدا بقى احطها عندي في الفرن على درجه حراره كام؟ 180، واسيبها على النار لحد ما ايه ما تتظبط معايا كويس. ادي صينيه الرقاق اللي ان شاء الله تعجبكم جدا، وهوريها لك بعد ما تطلع. هنضف مكاني عشان عندي حوار بقى تاني في الفراخ. مين يا زهران؟ يا ام عادل. ام عادل. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ ازي حضرتك الله يخليك. عايز اشكر حضرتك على كل اللي بتقدمه لنا والله. ربنا يخليك والله. تسلمي. الله يخليك. بقول لحضرتك كنت عايز اسالك على الطواجن الفخاره اللي حضرتك بتستخدمها دي، فعلا أي. صحيه ان احنا نجيبها ونستخدمها؟ مفيش حاجه والله. البعض بيقولوا انها غير صحيه. مين اللي بيقول لي غير صحيه؟ والله سمعنا. بناء عن ايه بيقول كده؟ طول عمرنا بناكل فيها مفيش حاجه بتحصل لنا يعني. طب حضرتك بتعمل فيها اي حاجه قبل اول استخدام ولا بتستخدمها على طول؟ بحرقها الاول شويه في النار في الفرن. ازاي بقى؟ بجيب شويه زيت وبدهنها بيها وبحرقها في الفرن. بس كده. بس هقول لك على حاجه، هقول لك بس على حاجه. طيب. موضوع مهم قوي. احلى فخار تجيبيه اللي هو مش اللي بيبقى ملصق من جوه ده، اللي بيبقى فيه اللي هو بيبقى اللي هو طبقه الفخار نفسه بيبقى من جوه ده، بيبقى افضل بكتير جدا في الاكل وفي الطعم وفي التسويه. لكن مفيش حاجه مضره فيه ذات نفسه؟ لا والله من في اي حاجه، توكل على الله. طيب متشكره قوي. شكرا لحضرتك. شكرا ليك يا فندم. شكرا ليك. كانت مضره، ما كانش المطاعم كلها اشتغلت بيه، وكان يعني كان هيبقى فيه مشاكل يعني، لكن هو كل واحد بس عايز يفرقع الدنيا يوم ايه جايب موضوع يتكلم عليه، زي ما الحرب كده على الرجاله شغاله اليومين دول. اي حد دلوقتي بقى بيشتم في الرجاله بقى البرنامج بيبقى رقم واحد في مصر، مش عارف انا والله. خش بقى على الفراخ بعد ما اتبلت، المقادير قدام حضرتك. طاسه الرجاله مظلومه. الناس اتبسطت فينا قوي. حلو الكلام. نبدا بقى نديها صدمه على النار كده بالتتبيله بتاعتها. ده يعني الطاجن ده هطجنه عندي في الليل وادخله عند الفرن. تعالوا بقى نجيب دي هنا كده. هجيب السكينة بتاعتي عشان نبدأ نقطع الخضار عليه. معلقة كاتشب، ده الأساس بتاعنا النهاردة. الكاتشب ده بقى جربيه شوفيه هيبقى عامل ازاي في الصوص بتاعنا، هتلاقي الموضوع مختلف تماما. ادي الفراخ ريحتها التحفة، وابدأ ان انا انزل عليها الخضار مكعبات. اول حاجة هجيب عندي البصلاية. بسم الله. نفس الطريقه اللي احنا شغالين بيها ديت تقدري ان انت تشتغلي بيها، يعني تبلي الفراخ قعديها ساعتين اتنين، ولسه هنطفيها بفحمايه برضو في الاخر. تعالوا بقى نقلبها تقليبه. انا سامع صوت تليفوني يا روان.
طيب. لا سامع صوت حق تليفون في وداني مش عارف. طيب تعالوا بقى نشوف عندي البصلاية بعد ما افرمها. اجيب بس منديل. لما تلاقي كده البلانشة بتزحلق منك تقوم جايبه منديل او فوطة مبلولة وتحطيها تحت تحت البلانشة عندك عشان تثبت. وفي دلوقتي بلانشات ما شاء الله بقت حلوة تلاقيها ليها مغناطة من تحت كده، ليها حاجة زي الكاوتش كده بتمسك فبتبقى ظريفة بصراحة، بس بتشغلش على وشين، على وش واحد بس. فلفل أخضر أشيل منه البزر وكل الفراخ ديت هطجنها وهنحطها فين؟ في الفرن. جرب الطريقة ديت وشوفيها تبقى عاملة ازاي معاكي. ممكن كده عشوائي لانها كده كده ايه هتطجن يعني، مش كلنا بنستخدم بلانشات في البيت. ده على فكره المسكه دي بتاعت الخضار وتقطيعه البصل دي اصعب من البلانشه بكتير، خلي بالك يعني. يعني البلانشه لو انت خدت عليها اللي هي لوحه التقطيع دي، خدت على التقطيع بتاعها صدقيني بتبقى اسهل بكتير جدا من التقطيع اللي هو كده، ان كده ممكن ايدك تتعور، لكن ديت لو انت مسكتها صح عمرها ما تعور ايدك. فلفل اخضر طماطم هقطعها مكعبات. بص بقى البقلاوه اللي جوه الفرن بقت عامله ازاي، تبدا تزيد معاكي بقى وهتبدا تورق وهشغل عالي. طماطم معلقتين اتنين من الكاتشب. كانت عايزه حله كبيره لكن انا بس اديتها في الصدمه عشان الصدمه اللي على النار فحطيتها هنا. هديها بقى تقلبتين تمام، وبعد ما اديها تقلبتين اسيبها على النار شويه واطجنها، احطها في الطاجن واسيبها بقى فين في الفرن لحد ما تستوي معايا. هديها شويه شوربه صغيرين جدا واسيبها على النار بالظبط 10 دقائق، وبعد كده اخدها احطها في الطاجن واسويها. نكمل بعد الفصل. طيب تعالوا تشوف عندي الصينيه اللي هي عماله تزيد في الفرن قوي، بص عامله ازاي؟ يا عيني على الجمال. صينيه الرقاق الجميله ريحتها حلوه قوي. هلفها لفه كده. بقت بغاشه اهي، بص بقت توريقه، انا عايز اوريك التوريقه من جنبها، مش عارف باينه ولا لا يا استاذ هشام. بص باينه ازاي؟ بص يا باشا ايه الجمال ده؟ سيبها بقى في الفرن. صفي السمنه بتاعتها، ما تحطي سمنه زي ما انت عايزه. السمنه مهمه جدا في الحاجات دي، احنا السمنه دي بتورق مع النشا، فاحنا بنحط سمنه كتير. وقبل التسويه بالظبط ب 10 دقائق اقوم مطلعها وهبدا ان انا ايه اصفي السمنه. هنا في الفرن الثاني حطينا طاجن الفراخ التحفه وهطفيه طبعا بفحمايه، بس طبعا مش دلوقتي، الفصل الاخير عند التقديم. طيب تعالوا بقى نشوف السجق، فطيره السجق ازاي هنعملها. فاول حاجه على النار بجيب الطاسه بتاعت السيراميك وببدا ان انا اجيب عندي السجق البلدي ده وبالراحه خالص واحنا بنقطعه. طيب هو مبدئيا بيبقى فيه ايه؟ السكينه الحمراء والنبي يا جماعه ربنا يخليك. السجق عامه بيبقى فيه نسبه من الدهون، فتخلي بالك ما تحطيش ماده دهنيه كتير.
نقطعها مكعبات من غير اي حاجه. يا سلام يبقى مفروض كده ومطلع عليها حته ليه يا عيني على الجمال. سهله من غير ما حطينا زيت ما حطيناش اي حاجه. اه تيجي تقلبي هتلاقي بتقلب معاك زي اللوز اهو. حبيبي قلب براحتك خالص، ما تحطش ماده دهنيه، ماده دهنيه مش حلوه كتير ان انت تحطها في السجق. حط السجق الاول خليه ياخد التشويحه بتاعته يطلع الطعم بتاعه الحلو بتاع اللي هي، فده هتلاقي ايه الموضوع مختلف تماما. قلب كل حبايه ماسكه نفسيها، وبعد كده نخش عليه بقى البصل. يلا نكهي بقى زي ما انت عايزه وانت شغاله. دمعي عين، فلفل اخضر، لا اديها توم الاول، الماس، توم، شرايح، حد يعني معايا معايا على البغاشة يا جماعة اللي في الفرن، فلفل أخضر. يبقى ازاي بقى نعمل السجق؟ اللي احنا بنحط الأول السجق نديله صدمة على النار، وبعد كده بنبدأ اللي احنا ايه نقطع له الخضروات بتاعته. ممكن يتمرن، يعني ايه يتمرن؟ يعني تديله تتبيله، ميه بصل، ميه طماطم، شويه ملح، فلفل، صويا صوص شغال على فكره يديله طعم حلو قوي، دبس رمان يا عيني على الجمال، يعني لو عايز هتديله معلقه دبس رمان اتفرج على جمال السجق يبقى عامل ازاي. قلب سبايس يا باشا، واحده حامي بقى كده تولع الدنيا. ست كل الطماطم اهم حاجه، عايزه تعملي سندوتشات وعيشي ماشي شغال، يعني مش شرط تعملي الفطيره اللي انا اعملها ديت، لكن انا اعملك النهارده فكره الفطيره ديت هتاكلي صوابعك وراها ان شاء الله يا مدام ناديه. الو طيب معلش يا مدام ناديه اتصلي بينا تاني. معلقة صلصة طماطم، بقدونس مفروم، بهار قليل مش كتير، ملح يا باشا حاجتك وظبطها، وادي الفلفل الأسمر، أحلى شوية سجق إن شاء الله تاكليهم. طيب هبدأ ألم عندي المكان بتاعنا. الله أكبر، بص على الجمال بقى. هصفي دلوقتي وأوريها لك إزاي ماشية إزاي الرقاق اللي إحنا عاملينه. وفي على فكرة حركة حلوة قوي أنت ممكن تاخديها بعد ما تتورق معاكي كده، تديها جبنة موتزاريلا وتسيب الجبنة موتزاريلا تسيح من فوق، لكن بصراحة مش هبوظ الشكل بتاعها الجميل ده. تعالوا بقى نصفي، إزاي أصفي؟ نجيب دي كده. بال طويل شويه، يعني عايزه بال طويل اللي انت بقى تمسكي واحده واحده
وتسيبيها شويه كده هتلاقي السمنه بدات ايه تتشال منها. اهي شايف السمنه، ده الفكره اللي احنا بنتكلم فيها. افضلي بقى ماسكه كده شويه. طيب عشان بس في ناس برضو ساعات بتقلق من حوار السمنه ممكن الصينيه تتقلب، فبتعملي ايه؟ بتجيبي صينيه قطرها مثلا يكون كده، وتقومي حطها كده وتشتغلي كده. ده أأمن بكتير قوي من اللي انت تمسكيها كده. بص المنظر بقى كده، ادي يا عم السمنه اللي انتوا خايفين منها. صفي. طب فين يا عم المورق اللي انت بتتكلم فيه ده؟ اهو. بص يا عم هشام الجمال، بص كمان اهي، افتحي من اي حته هتلاقيها مورقه معاكي اهي. تمام تمام. يعني بص التوريقه زي الفل. قوم واخدها ونقدمها. ادي صينيه رقاق ان شاء الله تعجبك جدا. معانا مين يا استاذ روان؟ يا مدام صفاء. الو. ايوه يا ست الكل، ازي حضرتك؟ الو صباح الخير. صباح الفل، ازي حضرتك يا فندم؟ انا بس عايز اسال، احنا متشكرين جدا، وعايز اسال حضرتك هل العجينه بتاعت الرقاق دي ممكن تكون بالسمنه بدل الزيت؟ ممكن نكون بالسمنه مكان الزيت؟ لا، الزيت افضل بكتير قوي. السمنه هتمسكها لك في بعضيها، مش هتخليها مورقه زي ديت، لكن الزيت افضل حاجه اللي هي تورق معاك الحاجه. شكرا جدا. انت عايزه تعجيني بسمنه؟ لا هتبقى تقيله قوي، وغير كده وكده هتبقى تقيله كمان. بس هتنشفها يا سيبك انت، هتبقى ناشفه يعني؟ هتبقى ناشفه وهتعجنها معاكي، لان الزيت بيفصل مع النشا، بيفصل العجينه عن بعضيها، فمهما انفردت فيها هتلاقيها مورقه في الاخر زي اللي انت حضرتك شايفاها ديت. شكرا ليكي، تحت امرك. بص يا عم هشام، السجق وجمال السجق، هتعيش بلد وطحينه وعيش. وعيش فينو. عيش صغير، مش عيش فينو كبير. ايوه. طيب نقدر نعمل الصينيه ديت حلو، ممكن نحشيها اي نوع كاستر، اي نوع من المكسرات، واحشي واسقي شربات تطلع معاكي ان شاء الله زي الفل. ايه حكايه البطاطس دي بقى؟ ادي البطاطس بتاعتنا، هجيبها وهبدا ان انا اسلقها وفي المفرمه. احلى حاجه للبطاطس الفريه المفرمه، ما تهرسيهاش بشوكه وتضربيها بمعلقه والجو ده، لا احلى حاجه ليها المفرمه، بتطلعها حلوه قوي على فكره، بتطلعها ناعمه جدا. هوطي شويه بس على السجق على ما اخلص البطاطس. لذيذة أوي المفرومة دي، عجباني ما شاء الله. صغيرة وبتتحمل، بحط فيها لحمة بصراحة بتفرم، بحط فيها ليا بتفرم، بس أهم حاجة عشان المكنة تعيش معاكي ما تشغليش على السرعة العالية. بص أنا مشغل على السرعة الوسط، راحة واحدة واحدة على الموتور بتاعك، الحاجة بتاعتك حاجة عمرها ما هتبوظ. خصوصا وأنت بتفرمي اللحمة. تمام، اقوم شايل البطاطس وابدا ان انا احطها في البوله هنا عشان تبان لك كل حاجه يا مدام امل. المفرمه دي تشتغل اي حاجه، خضار تشتغل، لحمه تشتغل، اي انت عايزه. تمام، ادي البطاطس. بص البطاطس يا عم هشام النعوميه بتاعتها عامله ازاي، وما بتشدش معايا، مش واخده عرق. تمام، اقضي لها بقى توم مفروم، معلقتين اتنين
من القشطه البلدي يا عيني على الجمال. وبعد كده معلقتين اتنين من الزبده عشان تخليها كريمي وما تنشفش معايا لما تطلع. وعندي شويه ملح يا ام محمد. ام محمد السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا حاجه؟ ازيك يا شيخ محمد؟ ازي حضرتك الله يخليكي. ممكن اعرف انا جايبه ليمون معصر، ممكن اعرف طريقته والنبي عايز اعمله؟ من عينيا الاثنين. حاضر حاضر، شكرا ليكي. بص حضرتك بتجيبي الليمونايه بتبداي تعملي لها كروس من فوق، بتغسليه كويس الاول، تبداي تمسكي السكينه تكون حاميه ومن فوق تعملي لها تعليمه، بعد كده بتحطيها في ميه سخنه على النار بتغليه بالظبط 5 دقايق، بتقومي مطلعاه وتبداي ان انت تبرديه، بعد كده بتكوني محضره عصفر ومحضره حبه البركه، نبدا نحشي الليمون ده من فوق. نحشي كتير الكميه اللي احنا عايزينها، وبعد كده نجيب البرطمان بتاعنا ونعمل المحلول بتاعنا. اللي هو نص كوبايه من الملح الخشن على 3 كوبايات من الميه على عصير ليمون على شويه خل، ونحط معاهم معلقه هريسه حاره، هريسه شطه اللي هو دبس الفلفليه، ونبدا ان احنا ناخد الخليط ده كله مع بعض ونبدا نصب مع فلفل حامي اخضر مع الليمون، ونقفل البرطمان يبقى معقم كويس جدا عشان لو في اي حاجه او اي سايل قبل كده هيفسد منك الليمون، وتبداي تقفليه في مكان مقفول او في اي دولاب مقفول عندك، تسيبيه 15 يوم وتفتحيه عليه وكليه وهتبقى بالهنا والشفاء. الموضوع سهل جدا في موضوع المخللات، هو اهم حاجه اللي احنا بنغلط فيها اللي احنا بنظبط الملح. اظبطي الملح بتاعك مظبوط، وخلي بالك ما تشتغليش، نصيحه من اخوك محمد، ما تشتغليش بالملح الناعم، اشتغلي بملح الخشن. ملح الخشن اللي هو الرشيدي ده افضل ملح للتخليل بتاع المخللات، لان الملح بتاعنا الناعم بيخلي الحاجه حادقه. بص يا باشا البطاطس بقت عامله ازاي، يا عيني على الجمال. خد بقى البطاطس ديت حطها عندك في صينيه. جبت الصينيه دهنتها سمنه او زبده وديتها بقسماط، ونعمل بيتزا. دي هتتاكل بالعيش يا عم هشام. ها عيش بلدي تاكلها بالعيش البلدي ديت، هتشتغل معاك حلو جدا. حكايه تمام، هقول لك انا عليه دلوقتي، هخلص بس اعمل الفطيره ديت اهيت، وبعمل لها حروف. تمام، اعمل لها حروف اهيت زي البيتزا كده بالظبط. عندك اوبشن تاني على فكره، لو انت عايزه تحط دقيق مع خلطه البطاطس دي وتعجنيها مفيش مشكله، وتعمليها زي عجينه البيتزا. يعني بجيب جبنه شيدر شرايح وابدا ان انا نحطها على البطاطس من تحت. هناكل حاجه بقى ايه محترمه، فلازم نظبط حاجتنا. السجق ايه بيناديلي ويقول لي انا خلصت تمام، تعالى خدني بقى ايه ونحطه في الفطيره بتاعتنا على الجبنه ديت عشان تسيح، والجبنه دي هتدي طعم حلو قوي مع السجق والبطاطس. القناه اللازقين جوه انتوا اهم حاجه، ده بيبقوا واخدين كرملت البصل وكرملت الطاسه فبيدوا طعم حكايه. وهبدا ان انا افردها، هناخد فاصل وبعد الفاصل هبدا ان انا افردها واحط عليها الجبنه الموتزاريلا، ونروح نحطها فين على الفرن. هنكمل ان شاء الله حلقتنا لكن بعد الفاصل.
طيب هنرجع تاني بقى، تعالوا ايه نقطع كده بعد الرقاق مرتاح شويه اللي احنا عاملينه، تعالوا نقطع كده منه بيس كده صغير ونقدمه ايه في الطبق بتاعنا. تمام، واشرح لك العجينه تاني على فكره عشان في ناس عايزه تشوف العجينه. بسم الله، بص حضرتك مش عايزك. بس عشان نعمل ربنا بس. بص التويقة والجمال بتاع اللحمة المفرومة ده، ريحتها حكاية لأنها واخدة فحم، فريحتها إن شاء الله تعجبك قوي. طيب إيه تاني عندنا؟ نخش يا أزمها. ألو؟ ألو؟ أيوة أزمها، إزي حضرتك؟ أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف عامل إيه؟ إزي حضرتك يا ست الكل؟ الله يكرمك. بخير الحمد لله، كله تمام. كله تمام زي الفل، بنفس حضرتك ربنا يخليك. كله بخير. انا عايزه بس اسال حضرتك اربع اسئله. اتفضلي يا فندم. بسم الله. هو ممكن اعمل الرقاق ده ممكن بالعيش الاسمر او بالشوفان ولا مش ممكن؟ تمام، الشوفان مش هيديك العرق اللي انت شايفاه، هيبقى معادله. لو هتستخدمي ذره ابيض او اصفر او شوفان، الحاجات ديت ما فيهاش ماده الجلوتين اللي بتبقى في الموجوده في الدقيق، فهنعمل معادله، هنحط نص الكميه من كده ونص الكميه من كده، يعني نص كميه دقيق ونص كميه شوفان، نص كميه دقيق مثلا ونص كميه دقيق ذره كده يعني. طيب طب اوكي، طب هل انا ممكن احط بعد ما حضرتك فردته بالنشا مش كده؟ تمام. بعد كده حضرتك شمعته على النار، انا ما شفتش الخطوه. ما شمعتوش، انا خدته فردت اول 10 تحت، وبعد كده حطينا اللحمه المفرومه، حطيت تاني 10. اهم حاجه في التسويه التسمين بتاعه، يعني لازم تسمنيه لا بزبده، عندك زبده لو انت طبعا عامله دايت ممكن تستخدمي الزبده زيرو فات، موجوده بس في اماكن معينه ممكن تسمني بيها، وبعد كده تسيبيه على الفرن. اهم حاجه تغطيه بسيلفر، ما تعملوش زي ما انا عملته كده، سيبيه بسيلفر الاول عشان يتسوى ويتورق معاكي مظبوط، وبعد كده بتشيلي السيلفر عشان ياخد الوش بتاعه، وبعد كده تطلعيه بالهنا والشفا. تمام. طب هل انا ممكن احطه في الفريزر مثلا بعد ما افرده بالنشا؟ بعد ما تقطعيه اللي هو في الصينيه، يعني بعد ما تقطعيه في الصينيه قبل ما تسويه. لا انا ممكن، لا ممكن يعني بعد ما حضرتك فردته بالنشا ممكن ان انا احطه مثلا في كيس نايلون في الفريزر مثلا؟ لا مش هينفع. وبعدين بعد كده اطلعه؟ لا طبعا، لان التلج هيعمل ميه فيه فهيلزق هيعجم منك، فهيبقى صعب قوي. انا فاهم. طب هل انا ممكن، لكن انت ممكن تعملي الموضوع ده في صينيه مثلا؟ بالظبط، تحطيه في عايزه تصنيه على النار يبقى تحفه، بس على النار هاديه جدا. النار هادي جدا، اشممه كده وبعدين بعد كده احطه في الفريزر في كيس نايلون، بعد كده ابقى حلو جدا. حلو جدا، افصل بقى الطبقات دي تتفصل. بس قبل ما تحطيه على النار، قبل ما انت كده هيبقى عامل زي السبرينج رول، فهيشتغل معاك هيبقى حلو جدا. بس اهم حاجه قبل ما تحطيه على الفريزر لازم يبقى بارد، لان لو في سخونيه ودخلت الفرن الطبقات دي هتعمل تعفنات جواها، فهتبوظ منك الحاجه. لا يعني هو انا احطه على النار هاديه جدا. تمام. واشمعه. ايوه. وبعدين اسيبه يبرد خالص، وبعدين احطه في كيس نايلون واحطه في الفريزر. زي الفل، هيشتغل معاك حلو جدا. تمام، شكرا لحضرتك جدا. تعالوا بقى نشوف، عندي هجيب عندي الطاجن. الله، شويه تورد لي بقى، بصي ولا كلمه. اين الفحم؟ احلى حاجه في الطاجن بس في تقديمه، والله ريحته حلوه قوي، يعني في تقديمه في الغليان ده، قدميه كده على الضيوف كده، هو بيغلي كده على طول. حط كده هنا ديت، حط الفحمايه. في ناس بتغلط على فكره يا جماعه وبتحط زيت من اللي طالع ده او اي دهون او اي ميه على الفحم، لا ده مش حلو على فكره
حط زيت، عايزه تحطي حط زيت. بص الكلام وغطي على طول. ايه تاني يا عم هشام عندنا في الفرن؟ السجق من احلى الفواصل اللي بحبها على قلبي والله، الفصل الاخير ده فاهمه ازاي؟ ما فيهوش شغل، بنقدم بس الحاجه. حاجه بتستوي زي الفل. بص الفطيره بقت عامله ازاي بقى؟ البطاطس بدات تفور مع السجق مع الجبنه الموتزاريلا، الشغل عالي قوي. بس تسيبيها ايه تبرد شويه عشان ما تاخدش معاكي سوا كتير. العجينه نقولها تاني بسرعه، نص كيلو من الدقيق، كوبايه زيت، شويه ملح، شويه سكر، ونعجن باللبن. بعد ما نعجنها باللبن بعجنها بكورها بعد ما ترتاح على 20 كوره، ويا ريت تحط معاها العجينه باكو خميره، باكو خميره. يا روان انت نزلت الخميره في المقادير صح؟ ايوه زي الفل، لازم باكو خميره في الموضوع عشان يطلع معايا مظبوط. بعد ما تتخم تمام، بعد الخميره ما تشتغل في العيش بتبداي ان انت تفرديه من كل واحده واحده تبدور نشا. بعد كده بتاخدي 10 طبقات لوحديهم و10 طبقات لوحديهم وتفرديهم بمردنه، وتحطي اول 10 طبقات تحت، وتحطي اللحمه المفرومه اللي احنا معصجينها ومدينا الخضره الحلوه بالفحميه، ونحط ال10 طبقات التانيين من فوق نقطعها بالسكينه. عايزه تحفظيها كده في الفريزر يا اهلا وسهلا، يبقى زي الفل. وسمنيها الاول قبل ما تدخليها الفريزر لو عاوزه تحفظيها. طيب لو عايزه تشتغلي على طول سمنه واديها معلقتين اتنين من الشوربه، لو عندك شوربه لحمه او شوربه فراخ اسقيها بيها، وبعد كده دخليها عندك الفرن بس غطيها بسيلفر لمده نص ساعه. بعد نص ساعه بتشيل السيلفر عشان تستوي وتاخد الوش بتاعك الذهبي اللي انت شايفاه. بعد كده عملنا الفراخ بتاعتنا، ادي خلاص الفحمايه والفراخ استوت وكله تحت السيطره. طيب تعالوا بقى نجيب عندي فطيرة السجق بتاعتنا، لازم الواحد يبقى حساس جدا وهو بيشيلها، لان ما ينفعش تمسك كده، لو مسكتها كده هتبوظ الدنيا، هتبوظ شكلها. ادي صينية البطاطس، سيبيها تبرد بقى ملبن والله، تاكليها بالعيش، احلى شوية عيش بلدي تجيبيها ونبدأ ان احنا ناكلها بيها كده ونغمسها، وعايزة تاكليها وهي سخنة كده شغال كله تمام. غمسي بقى بتاعتي كده بالبطاطس واطلعي وشوفي الجمال عامل ازاي. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى ان شاء الله الحلقه تنول اعجابكم. فطيره البطاطس عملناها بالسجق، الفراخ اللي احنا عاملينها النهارده طلع لك اعمل فيه ايه. تعالوا نجيب طبق كده ونقدم فيه الفراخ بتاعتنا. لا 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 ريحتها وهمية يا جماعة والله، الكاتشب والدنيا اللي فيها ديت عاملين فيها شغل عالي قوي. يلا أشوفكم على خير، يا رب الحلقة تنول إعجابكم. بكرة إن شاء الله انتظرونا حلقة إن شاء الله جديدة من برنامجكم مطعم، حاجات كتير قوي اتسألنا بكرة عليها، هنعمل لكم بار كده كله بيتوهم عليه وغالي جدا بره، ازاي نقدر نعمله في البيت؟ بكره انتظرونا هي برنامج المطعم من 11:30 لواحده، السلام عليكم.